يجوز تجلس لحالك في البيت، تدري؟ كثير تساؤلات جات عنا، والحين أقول لكم، هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواحد أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى هذا الأمر؟ نهانا لأنه فيه ضرر لك كبني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه لمصلحتك أنت. راح أعرفكم إيش معنى كلمة نهى. النهي معناته أنك تنهي عن هذا الشيء. مثلا أني أنا أنهى طفل أنه يمسك كوب حار. ليش أنهى الطفل أنه يمسك كوب حار أو أنهي عن هذا الشيء؟ لأنه إذا مسك الكوب هذا راح يتضرر الطفل وبيتألم، صح ولا لا؟ نفس الشيء بهذا الحديث، النهي أنه ينهاك على أنك ما تسوي هذا الشيء لأنه ضرر لك، إذا ما كان ضرر حاليا ما يبي مستقبلا. والوحدة تراها في بعض الأحيان بعضهم يشوفها زينة، لكن ترى إذا جلست لحالك هنا يتغلبك الشيطان، يتغلبك الهم، التفكير، الوسواس، تلتم عليك الجنون والعياذ بالله. عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء. هو مو حرام، عادي، بكيفك تبي تجلس اجلس، لكن تراه منهي عنه.